خدمة لتأمين نقل البيضاويين على امتداد 70 خطا التي تستغله شركة النقل الحضري، عمدت على تجهيز حظيرة حافلتها بنظام المراقبة عن طريق تزويدها بكاميرات، والهدف الحد من كل أشكال الاعتداءات التي يتعرض لها سواء الركاب أو السائق. مبادرة حسنة، لأن هذه الكاميرات بحال الوقاية، هذه يوقيو الناس من السرقة ومن الفوضى. استمريتوا فيها، غادي يولي شويه النظام في الحافلات. بالنسبه لينا غادي يكون عندنا واحد السيكوريتي، وغادي نتجنبوا بزاف المشاكل. مشاكل بحال مثلا بينها السرقه، التدخين، المشادات. هاد الكاميرات مزيانين، يعني نفعوا المواطنين، ونفعوا بزاف ديال سميتو، وحبوهم المواطنين، والفائده ديالهم يعني كنكون اون كونتاكت بار الاداره. الحافله هي في اتصال مباشر مع قسم المراقبه بالاداره، والتي تسعى من خلاله 4 كاميرات ونظام تتبع عبر الاقمار الصناعيه. هذا كله مشروع متكامل لرفع من جودة الخدمات، وأساسا من السلامة ديال الزبناء الكرام ديالنا في الفضاء العمومي للحافلة، اللي هو فضاء من حق الجميع أنه يشعر فيه بالطمأنينة. هذه المسألة طبعا ما يمكن لها تكتمل وتحقق إلا بالمساهمة الفعالة ديال السلطات الأمنية، اللي كيمكنهم هذا النظام ديال التتبع من التدخل الآني. مجال النقل الحضري رهن إشارة كافة البيضاويين، وهو بمثابة التزام راسخ من أجل تنمية مستدامة للمدينة.